فتح مجلس المناقصات والمزايدات خلال الأسبوع الجاري مظاريف 71 عطاء لعدد 10 مناقصات ومزايدة واحدة مطروحة من 5 جهات متصرفة. ومن أبرز ما تضمنه جدول أعمال لجنة الفتح، فتح مناقصة لشركة تطوير للبترول لفحص وصيانة منشآت النفط والغاز الرئيسية والخدمات الأخرى المرتبطة بها. كما يسر مجلس المناقصات والمزايدة تهنئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي المخصص لها، والذي يصادف 27 من يونيو الجاري، منتهزاً هذه الفرصة لدعوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية